حبايبي، نتمنى تكونوا كتير مناح، لأن الشهر اللي فات كان صعب عليكم كتير. كانت الطاقة والكواكب ما مساعدكم عشان تكونوا كتير مناح. نتمنى هاي الشهر، يعني باقي في هاي الشهر، يكون لصالحكم، واتمنى لكم السعادة إن شاء الله. اليوم راح نقرأ الطالع شمسي قمري لبرج الحمل. طالع لكم طاقتك الحالية، طالع يعني في طاقتك الحالية. عم تفكر بالأشياء المادية أكثر، تفكيرك يعني وطاقتك واهتمامك هلأ أنك تكون مستقر ماديا، وأنك تكون مرتاح ماديا، وبتستنى فرصة، يمكن فرصة عمل، فرصة شغل. هاي طاقتك الحالية حاليا انا شايفاتك، يعني بارم ظهرك ورايح، يعني مصر انك تروح وتترك كل شي سيء في حياتك. بس ليش يا برج الحمل طالع لي بأن هلأ فهمت. انت في الطاقة الحالية حاليا، يعني شو صاير معك؟ بدك تفل، تترك كل شي انهدم ورا ظهرك، تترك كل المشاكل، اي شي سيء مريت به بدك تتركه ورا ظهرك، بدك تعيش مرتاح على عرشك، تعيش بسلام بهدوء بعيدا عن المشاكل. يعني بدك تترك كل شي وراك وتروح. بدك تروح بسرعة بسرعة يعني كبيرة، وتروح كي تعمل الشغل، تشتغل على شيء، لأنك بدك تحقق أشياء مادية. نفس الشيء طالع في طاقتك، يعني بدك تحقق أشياء مادية، بدك تترك كل الأشياء السيئة اللي مريت فيها يا برج الحمل. بدك تترك كل شيء سيء ورا ظهرك وتفل وتنطلق لحياة جديدة، لحياة فيها عمل، يعني تربح منها شي. فهمت علي؟ كمان في النص هاي الشهر راح تكون يعني لبق أكثر في الكلام، راح تسحر الناس حواليك، كل شي يعني راح ينبهروا بطريقة تفكيرك الجديدة، كل شي يعني راح تبهرهم بطريقة تفكيرك، طريقة كلامك، يعني مثل الساحر راح تسحرهم. شايفتك بالليل يعني بتبقى حزين كتير، بتفكر عن الناس اللي أذتك، الناس اللي تكلمت ورا ظهرك بالسيء، بتتذكر بالليل، يعني بالليل بتعيط، يعني بتبكي على الأشياء اللي راحت على الأطلال زي ما بنقولوا. بس بدك توازن
حياتك، بدك تكون مكتفي ذاتيا، يعني تطلع النور، حياتك تزدهر أكثر ما هي هلأ. بدك توصل لأشياء مادية، يعني تفكيرك هلأ في الطاقة الحالية نص هالشهر مركز عني أكثر عن المادة مو عن العاطفة. بدك ما تبقى معلق في علاقة ما، يعني ما بدك تبقى معلق. هلأ أنت واقف على رجلك، ما بد ما هلأ أنت صرت واقف على رجلك، يعني مش معلق هلأ. وإن شاء الله رح تحقق الغاية اللي أنت بدك إياها، رح تسطع النور شمس، رح تسطع النور في حياتك، يعني رح تفرح من قلبك زي البيبي صغير. بس انت مصمم تترك كل شي مو ورا ظهرك وتروح لحياة جديدة، يعني مصر كتير، يعني تروح وتترك كل شي ورا ظهرك، يعني انت هلأ ما بدك حب، ما بدك حب ولا شي، بدك يعني تترك كل شي أذاك وتفل. بس كمان عندك رغبة انك تروح لحدا بكل قوة فيك وتقول له انت عملت فيني وعملت فيني وعملت فيني. بس انا بنصحك ما تعمل هيك، لانه كل شي ما رح يكون لصالحك. ما تعمل هيك، يعني كل شي، يعني لو رحت وقلت كل اللي في قلبك ما رح يكون لصالحك، فهمت علي؟ راح أقول لك الطاقة، الطاقات اللي موجودة، طاقات ترابية ومائية وهوائية. عندنا برج الحوت، برج السرطان، وبرج الميزان. هاي الأبراج اللي طلعت معي في قراءتك. هلأ راح نروح للناس المرتبطين. استنى لما اخذ لك نصيحة، نصيحتك تاع هالشهر. برج الحمل، نصيحة بتقولك يعني انت لو كنت هلأ في علاقة ثلاثية، سواء كانت عندك او عند الشريك، راح تنكشف، راح تنكشف وراح يصير العدل. لو كان هيك، يعني لازم، لو كنت انت اللي في علاقة ثلاثية، راح تنكشف لحبيبك او العكس، وراح يكون كلام جارح شوي. نروح نعرف طاقة الشريك، مشاعر الشريك. برج مشاعر شريك، برج الحمل. طاقة الشريك في الطاقة الحالية، مشاعر الشريك، نصائح. طاقة الشريك، الطاقة الحالية هو هلأ في طاقة
يعني صارم جدا معك، تعامله صارم، ممكن يعني بيقول لك كلام ما يعجبك، بيقول لك كلام بيزعلك بعض الأحيان، قاسي جدا في تعامله. هاي طاقته الحالية، مشاعره أول شي مشاعر حبيبك، يعني في مشاعره من تجاهك، يعني بيشوفك أنت السعادة وأنت الهنا، يعني بيشوفك أنت السعادة والهنا وكل شي، كل شي حلو، يعني بيشوفك الفرحة، بيشوفك كل شي حلو. لو كنتوا متزعلين هو ما بده ولا اي حدا، بده اياك انت، يعني قاعد ومستنيك، مع قاعد ومستنيك انت، انت اللي ترجع يعني. وهو لو كنتوا متزعلين، انا طلعت لي اكتر الطاقات اللي طلعت لي طاقات منفصلين، يعني بده يجيك على حصان الأبيض، يعني على الفارس الأحلام، وهيك يعني بده يجيك على الحصان الأبيض ويصالحك ويقول لك خلاص، ويقدم لك كاس الحب. يعني بده يجيك أكتر طاقات، أنا بقول لك الطاقات اللي وصلتني طاقات يعني بتاع المنفصلين، بس هو بطيء، يعني بطيء شوي هالفارس، يعني بيكون بطيء شوي، لكن راح يجيك، راح يقلك I'm so sorry، أنا آسف، راح يجي يقدم لك عرض، بس الشي اللي ما حبيبته في هالقراءة هو الديفل، يعني بيعني برج الجدي، وبيعني برج الجدي، بس اوكي. هالإنسان لسه متعلق فيك، يعني لسه بيشوف فيك الإثارة، لسه بيشوف فيك كل شيء، يعني بيثيره موجود فيك أنت أو أنتي، بس حاسس من ناحيتك أنه انجرح منك كتير أو انطعن منك كتير أو العكس. هذه قراءة عامة، يعني بس بده يجي ويقدم لك كاس الحب، ومن كل أعماق بيتمنى انك تقبل هالعرض، خايف انك ما تقبله، يعني خايف ما انك ما تقبله، وراح يكون لو كان فيكم، لو كان منكم حابب عامل لهم بلوك، راح يشيل البلوك، راح يجي ويحكي معاك ويقول لك كلام كتير كتير كتير. هو حاليا يعني نفس الكروت عم تتكرر، بدو إلك كلام رح يسحرك، وهلا في استشفاء، عم يستشفي من شيء، يعني عاتل نفسه راحة نفسية، وبمدد لك إيده بفرصة تانية للرجوع بطاقة يعني كثير حلوة بصراحة. يعني هالإنسان بده يجي عندك ويقلك I'm so sorry، يلا نرجع، يعني
أنا بحبك كتير، ما قادر أعيش بلاك وهيك يعني. النصيحة هو بطيء شوي، بس راح يجي ويحكي معك. النصيحة بنصحك استنى، استنى هذا الشخص، هذا الشخص بيحبك كتير، استنى، ما تبدأ بعلاقة جديدة يعني، استنى هالشخص بيحبك، بيكمل لك الحب، بس هو زعلان منك، زعلان منك، زعلان منك، يمكن لأنك هلا انت بتفضل العمل، ما بتعطيه وقته الكافي، من شان هيك زعلان. بتمنى يعني القراءة تتمشى معاكم، خلوا لي في الكومنتس، قولوا لي قصتكم، اعملوا سبسكرايب يعني اشتراك، وفعلوا الجرس من شان يوصلكم كل جديد. بحبكم كتير كتير، لا لايك، شاركوا الفيديو مع اصحابكم، وبوسة كبيرة إلكم.